اصوات تاريخ تقول باللي ربما الاوبينيون بيبليك، ربما ايضا الاعلام، الصحافه هي الاخرى تلعب دور يعني سلبي فيما يخص هذا النوع من المراحل. يعني كي كان الانتصارات سواء تاع المنتخب ولا تاع الانديه يكون الترويج من طرف الاعلام، ومن بعدها يعني الناس تفاجات انه كي يكونوا نتائج سلبيه نفس الاعلام هو لو يدير الانتقاد، الوغ هي دي خدمته. يعني كي يكون بوزيتيف في البوزيتيف ينقل المعلومه، كي تكون نيجاتيف يقول لك يا فوالا سي نيجاتيف. يوسف، ولكن الاعلام ماهوش هو اللي يلعب في ارضيه الميدان، يعني ارضيه الميدان هي للمساحه للاعبين والجهاز الفني. يعني الاعلام هو يرافق ما يحدث داخل المنتخب وحول المنتخب. التعاليق سواء كانت سلبيه وكانت ايجابيه، على كل حال هي تبقى اراء، كل واحد حر في اراءه. ونظن ان نقل الحقيقه ليس عيبا، يعني لما تنقل الحقيقه بالعكس هذا راح ما تبيعش الوهم للانصار ولا للراي العام. لما تحط الراي العام في حقيقه الامور، نظن حتى لما يكون اخفاق راح يكون الاخفاق وقعه موش كبير، لان اليوم عارفين ان المنتخب ماهوش يمشي كما لازم الحال. إذن فيه بعض الإشكالات الفنية، ربما بعض الخيارات غير صحيحة، ولكن هذا لا ينقص أبدا من قيمة اللاعبين ولا من قيمة المدرب والمنتخب ككل. وحنا تكلمنا عليها في أول حصة تاع هذه السلسلة تاع كان ما تقول حتى واحد، وفتحنا قوس بلا كان فال، مي كنا قلنا باللي يافي شغل اون كونفيونس زايدة. يا جماعة مليح كان عاودوا نولوا غير بالعقل لا ريزون، ونقولوا باللي خلوا في طاقة صغيرة مفتوحة أنه ممكن ما نروحوش بعيد في هذا الكاس، وهادي عادي. وعلاه رانا نقولوا نفتحوا ديك الطاقه؟ خاطرش بعد كاس امم افريقيا كان لقاء هام مصيري يحدد مشروع عمل او مجهودات عمل تاع اكثر من 4 سنوات، اللي هي نهائيات كاس العالم اللي حتكون في نهايه السنه. دونك هنا هذه المرحله راهي سونسيب، صعبه، حساسه، لازم نتماشاو معاها. اكيد انه كي ندخلوا حنا في لوفوري تاع لا كومبيتيسيون ما دام بينا كلشي،